السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي للطبخ اسرار ام عمار. النهاردة بقى مش هنعمل طبخ ولا وصفات ولا اي حاجة، النهاردة هنقول طرق وقاية من فيروس كورونا. وطبعا الطرق اللي احنا هنقولها دي هي المفروض اصلا ان احنا نعملها في حياتنا الشخصية، بس طبعا الفيروس ده خلانا نحذر وخلانا نعمل حاجات المفروض اصلا نمشي عليها على طول طول حياتنا. ان كل واحد يا جماعة لازم يبقى له ادواته الشخصية خاصة بيه، ده اصلا المفروض يحصل، بس احنا مهملين شوية في نفسنا، لازم نخلي بالنا من صحتنا شوية. شوية حاجات كده هنعملها خفيفة وبسيطة بس هتحافظ علينا وعلى اولادنا، مفيش اهم من الصحة يا جماعة. اول حاجة انا بدأت بيها اعملها لاولادي ولزوجي وليا وللضيوف كمان اللي هيجوا عندنا، انا قررت ان انا اعمل، انا وجوزي طبعا، وجوزي هو صاحب الفكرة دي بصراحة، احب اشكره طبعا ان هو نبهني للفكرة دي. اول حاجة انا حطيت ادوات شخصية اللي هي زي المعلقة والشوكة، معلقة شاي، سكينة، ادواتنا اللي احنا بنستعملها الشخصية لكل واحد في كيس لوحده، كتبنا عليها اسمه. وطبعا هتقولوا طب ما هتتلخبط تاني في الحوض لما تتحط، كل واحد من افراد الاسرة هيشيل طبقه بمعلقته يغسله ويحطه مكانه، الطبق بالمعلقة بالشوكة بكل الادوات الصحية او الشخصية اللي احنا بنستخدمها دي. بالنسبة للمعالق والشوك، تاني حاجة الكوبايات، طبعا عملنا برضو لكل فرد من افراد الاسرة كوباية مختلفة ومعينة، مش هقولك بقى اكتبي عليها اسمه عشان هتتغسل والكلام ده، لا هي بيبقى شكل مختلف بتحددي شكلها، وكل واحد بيبقى عارف شكل كوبايته، سواء للقهوة للشاي للبن للعصير، كل واحد كوباية. وحتى الشرب برضو بنعمل له كوباية مخصوصة، طبعا مش هنقول على ملموجة دي تعدي، هو طبعا المفروض اصلا دي حاجات احنا نعملها على طول، تمام. وكمان يا جماعة الفوط الصحية، الفوط لازم نستخدم، كل واحد يستخدم لنفسه فوطة في الحمام لنفسه. طبعا لو جالنا ضيف هتقولوا طب هيعمل ايه الضيف، هياكل ازاي، هيشرب ازاي، يدخل الحمام ازاي؟ اول حاجة انا برضو بعمل ادوات للضيوف على جنب، كوباية ومعلقة وشوكة وكل حاجة، تمام. طبعا لو دخل التواليت، الضيف لو دخل التواليت عندي، اي حد غريب او اي حد مننا عامة من افراد الاسرة، انا هجيب بخاخة، البخاخة دي هيكون موجود فيها نص كوباية ديتول، نص كوباية كلور، عليها شوية مية، واول ما يخلص اي حد فينا يخلص حمام، سواء احنا سواء الضيوف، هنبخ كده بخة بسيطة على القعدة بتاعة الحمام، هتطهرها. دي الوقاية، دي طرق بسيطة جدا يا جماعة. الفوط يبقى احنا كده نستخدم كل واحد فوطة لنفسه، معلقة لنفسه، كوباية، كل الادوات دي لازم اصلا تبقى موجودة في كل بيت، كل واحد لنفسه، تمام. وطبعا لازم يكون في الحمام ديتول علشان نغسل ايدينا، صابون، وديتول كمان يترش في الارض او على الحيطان، وتطهري الاوكر بتاعت الباب، اي حاجة بنلمسها بايدينا لازم نطهرها بديتول، رشة خفيفة كده ونطهرها بديتول. دي للوقاية، عامة احنا بنعمل كل اللي نقدر عليه عشان ربنا يعدينا من المرض ده على خير، وربنا يعافينا ويعافيكوا يا رب، ويسترها علينا وعليكم وعلى اولادنا. وطبعا على قد ما نقدر ما نتواجدش في اماكن مزدحمة مليانة بالناس، ابعدوا عن النفس على قد ما تقدروا يا جماعة، خلي بالكم من صحتكم، مفيش اغلى من الصحة، ابعدوا عن الاماكن اللي فيها زحمة، ابعدوا عن النفس في بعض، ما تتنفسوش في وش بعض، حاولوا ما تلمسوش حد انتوا ما تعرفوش قوي او ما تضمنوش قوي، بلاش السلام اللي على الفاضي والمليان، بلاش البوس اللي على الفاضي والمليان، لازم نحد من سلامتنا شوية، من تعاملاتنا مع الناس، تمام. طبعا المدارس اجهزت، ولادك ما يخرجوش، ما تعمليش بقى ان هي خلاص بقت اجازة صيفية وتخرجي وتخرجي ولادك يتفسحوا يروحوا الملاهي وتقولي بقى بقينا في اجازة، بالعكس انت كده بتضريهم مش بتفيديهم. حافظي على اولادك وعلى عيالك عشان مناعتهم قليله مش زي مناعتك، هاتي حاجتك بسرعه وحاولي ما تخرجيش ما تتفسحيش، هاتي حاجتك ورجعي بسرعه
وخلي ولادك موجودين معاكي في البيت، حافظي عليهم على قد ما تقدري، مش عشان اجزتي من المدرسة يبقى خلاص دي فسحة بالنسبة لك، بالعكس كده بتعرضيهم للخطر اكتر. تمام، لو الفيديو عجبكم يا جماعة تنسوش تعملوا لي شير، اعملوا الفيديو شير عامة عشان كلنا نستفيد منه ويفيد اي حد يشوفه، واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.